عندما نتحدث عن الخلافة العباسية نرى أمامنا أناساً أثرياء في قصور فارهة وملابس أنيقة، وهي حقيقة تاريخية بالتأكيد، لكن هذا لم يمنع من تعرض الدولة خلال بعض مراحلها إلى أزمات اقتصادية حادة تسببت في إصابتها بعجز مالي قاد الخلفاء إلى بيع كل ما لديهم حتى باعوا ملابسهم. حسناً، سأحكي لكم أنا نور الصباح في ملخص القصة. اتسم العصر العباسي بكثرة الأزمات الاقتصادية وتعددت أسبابها، مثل الصراعات والفتن السياسية، أهمها الصراع بين الأمين والمأمون سنة 193 من الهجرة، والذي استمر 5 سنوات وكلف الدولة أموالاً طائلة حتى أفلست الخزينة في عهد الخليفة الأمين، وساءت الأمور إلى حد لا يمكن تخيله. فيروى أن الخليفة الأمين أمر أحد قواده بتتبع أصحاب الأموال والودائع والذخائر وأن يستولي عليها، فهرب الناس خوفاً على أموالهم بحجة الحج. ومنذ ذلك الحين والدولة متقلبة الأحوال، فتارة في حالة اتزان اقتصادي وتارة أخرى في حالة اهتراء كامل. وإزاء هذه الأزمات الحادة اتبع الخلفاء العباسيون عدة إجراءات لسد العجز المالي، منها بيع أملاك الدولة وأملاك الخليفة الخاصة لسد العجز، حتى أن خلفاء اضطروا إلى بيع ملابسهم في بعض الأحيان. ونتيجة لاستمرار الأزمة المالية إلى عهد القاهر، اضطر لبيع العديد من الضياع الخاصة به وبعض الأملاك الأخرى. باع وزيره أيضاً ابن مقلى أحد مقار الوزارة وبعض الأملاك والضياع السلطانية لإيفاء مستحقات التجار من الديون، وبقيت أموال الضياع السلطانية والأموال الخاصة تسهم في سد العجز المالي في خزينة الدولة، إلى أن سيطر البوهيون على مقاليد الأمور في الخلافة العباسية سنة 334 من الهجرة، فتدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، بل واستولوا على جميع بيوت المال والخراج والضياع السلطانية، حتى أنهم نهبوا ما في دار الخلافة وخصصوا راتباً يومياً للخليفة وسحبوا صلاحياته في التصرف في الأمور المالية، وبذلك حرمت الدولة العباسية من وارد مهم من وارداتها. ويتحدث الذهبي في تاريخ الإسلام عن ما عاناه الناس من مجاعة مطبقة لم يسلم منها حتى نساء قصر الخلافة، فيذكر أن في هذه الفترة كان الغلاء العظيم ببغداد لدرجة أنهم أكلوا الميتة وكثر الأموات على الطرق وعم البلاء، حتى يقال إن النساء خرجن من قصر الرصافة يستغثن في الطرقات. الجوع الجوع. في النهاية نحن نرصد لكم أحداثاً من التاريخ، وعليكم دائماً أن تتقصوا حقائق ما نقوله، فتذكروا أن ما نحدثكم به هو مجرد ملخص للقصة. دمتم بسلام.